اهلا وسهلا بيكم مشاهدينا الكرام، صباح الخير. بنكلمكم من برنامجنا النهارده، اول حلقات بنذاعها معاكم النجوم الشباب. احنا طبعا مستضيفين حد من اجمل والطف الشباب معانا في الوسط. ازيك يا اهلا شيكو، وسهلا، عامل ازيك؟ ايه؟ ازيك؟ تمام، شيكو طبعا انت نجمنا، ضيف ربنا الحلقه يخليك، النهارده، ربنا يخليك، ربنا فعايزين يخليك. نعرفك على الجمهور بشكل اوسع. تمام، وعرفني عليك بقى. انا محمد، زي ما الناس كلها عارفة يعني. من صغري بدأت في زي اي حد في المدرسة، بنطلع نغني الكلام ده كله، كذا في كذا حد يعني صوتي عجبهم. ناس كتير جدا اقترحت عليا اللي انت، لا انت لازم تغني، لازم حد يسمعك، الكلام ده كله. بس ما كانش فيه يعني، ما كانش فيه فرصة، ما كانش في ما فرصة. كانش فيه فرصة. طب ايه اللي حببك في الغنى؟ يعني ليه الغنى تحديدا؟ الغنى يعني مثلا من وانا صغير بسمع مثلا مع والدي، الاقي قاعد بيسمع ام كلثوم، عبد الحليم، مش عارف ايه الكلام ده كله، المواويل الشعبي القديمة. لقيت حلو. نفسي انا يعني بحب الكلام ده، ببقى قاعد كده بدندن بقى مع يعني نفسي. اتربيت على بالظبط ثقافة بالظبط، الغنى اي فلقيت نفسك في الغنى اكتر. بالظبط. يعني ليك في التمثيل لا ولا ما جربتش؟ مش قوي، لا ما جربتش بصراحة. كان الغنى بس. طيب كان ايه الغنى. مثلا اشهر موقف حصل لك مع الغنى خلاك تأكدت ان الغنى هو ده طريقك؟ ان انا كنت عادي في البيت وعندنا ناس قرايبنا والكلام ده كله قاعدين، واللي انا يعني مش فاكر كان في حاجه معينه كنت بعملها وبغني، لقيت الناس اللي موجوده كلها سكتت، فاهماني؟ وكله وبدأت تسمع. بيسمعني، وكله قاعد بيسمع، واللي بيسقف واللي مش عارف ايه والكلام ده كله. فمن هنا حسيت ان في حاجه، ان انا ممكن النهارده يبقى عندي حاجه، ان انا ممكن النهارده لما حد هيوجهني في كام نقطه معينه عندي، ممكن ان انا اوصل مثلا، فاهماني؟ طب ايه اللي منعك انك ما توصلش؟ مفيش، الامكانيات؟ ممكن شويه، بس اللي هو يعني مفيش يأس، الحمد لله. يعني انا يعني اهم حاجة انك بالظبط، متفائل انك يعني انا هتوصل ممكن في يوم من الايام. لو مثلا يعني من 100 واحد انا عجبت واحد، فده نجاح بالنسبة لي، اكيد طبعا. ما فاهماني؟ هو لا، وهتعجبنا، ما احنا النهارده احنا جايبينك البرنامج عشان تسلمي تغني، تسلمي تسلمي يا صح حبيبتي، ولا ايه؟ صح طبعا. طيب سؤال اخر. شيكو حياته كانت بتبقى كلها فن ولا بيبقى ليك جانب كده شوية روتين يومي، لا، في شغل روتين معين؟ يومي عادي، شغل في روتين يومي عادي، اللي هو انا يعني مثلا قاعد في البيت في شغل، فانا بنزل الشغل بتاعي، في ايام اجازتي بكون مع اصحابي، مش عارف ايه الكلام ده فبتغني كله. بقى مع اصحابك بالظبط، وتدردش وكده. زي اي حاجه طبيعيه ما يعني. فكرتش تاخده احتراف؟ يعني ما قدمتش انك تاخد كورسات غنى لا او مزيكا على الاقل؟ لا، انا مش ما بتلعبش اي لا آلة ما بلعبش موسيقية؟ اي اله موسيقيه، بس طب مثلا حلو. ليا اصحابي بيلعبوا مزيكا، الات موسيقيه، الكلام ده كله. انا فدي ببقى الصحبة أو دي بالظبط الدايرة اللي أنت على طول بتبقى موجود فيها بالظبط، اللي هو انا ببقى فبيشجعوك. مستمتع وانا قاعد معاهم، فاهماني؟ حد بيقول لي طب تعالى نغني حاجه، نلعب حاجه معينه، الكلام ده كله. من هنا بقى ببتدي ان انا ايه، لما بلاقي نفسي مثلا كويس في حته معينه، فببتدي ان انا اتدرب عليها. طيب ده على فكرة ده جميل إنك بتتدرب على الحاجة دي تقريبا كل فترات قصيرة ما بينها ما بين بالظبط. بعض، يعني مش ناسي الموضوع أو مش حاطه على جنب. طيب أصدقائك اللي بيعزفوا ليه ما فكرتش تبني فرقة معاهم وتبقى أنت الفوكل بتاع الفرقة مثلا؟ ابتدينا ان احنا نعمل حاجة زي كده يعني، ابتدينا ان احنا بنتجمع وبنبتدي ان احنا برضو ايه، بنتدرب على كم مثلا حاجة معينة، على نوع مزيكا معين الناس بتلعبه، فاهمة؟ فبيبقى في نوع من الغنى برضو معين عشان يمشي مع المزيكا اللي هم بيلعبوها. طب ايه النوع المعين اللي انت بتحبه؟ انا ده مثلا اهم حاجة. يعني انا مثلا بحب الاغاني الشعبي، كنت دايما بحب اسمع احمد عدوية، من اكتر الناس يعني الشعبيين اللي انا بحبها جدا، فاهماني؟ طب ممكن حافظ له حاجة؟ حافظ له حاجة. طيب ما تسمعنا. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيع في هوانا؟ ما بلاش اللون ده معانا، معانا معانا، بلاش ده معانا، هتلون ليه ويايا؟ بطل حركاتك دي، امبارح كنت معايا سكر في حلاوة طحينية، حصل ايه مننا يا خينا؟ توعدنا ولا بتجينا؟ ثانية واحدة. طيب في حاجة يعني يا أستاذة؟ لا لا لا، مفيش، زي الفل. كمل كمل بس يا شيكو، يعني الله أكبر ماشي، بجد. ما احنا برضو ما ينفعش حضرتك أكون بغني وأنتي. لا لا، أنا معاك أنا معاك، ما تقلقش. هو بس في الإخراج بس كان بيقولوا لي حاجة. اتفضل.
اتفضلي. اتفضل كمل. ما كملي انت وقطعتيني لا لا خالص لا يعني اتفضل والله. كمل، مش هقطعك خلاص معلش. اتفضل يا جماعه. شكون اللي جالكم؟ ايه انا مش فاهم من حضرتك حاجه بصراحه والله. شكون اللي جالكم؟ مش ما قلتيش نكتب والله انا مش فاهم اش كاين. طويلي انا برنامج معاه مين كي داير؟ لاباس. مين هي بتقولي؟ الاستاذه نجوى المخرجه مغربيه نجوى. يا جماعه هي اللي كانت بتكلم. نجوى وعلاش نفسك تقولي لي ما شفتوهاش؟ وانا واحد هاد الاخر شنو كيدير لها؟ انا مش فاهم ما نعرف بقى. انا مش فاهم منك حاجه، بس اللي انت عايزاني اعمله لك ندير انا برنامج معاه ولا اللي شنو؟ انت عايزاني اعمله لك ايه؟ طب احنا مش فاهمين منك حاجه بس يا استاذه فاهمين. قول لي شنو كنقول انا؟ ها؟ ويلي قول لي شو نقول انا؟ والله العظيم انا مش فاهم حاجه. انت فاهم حاجه؟ مش فاهم. تغني ياك انت شنو كديري هكا هكا هكا؟ ما هو انت عماله تقولي لي فاصل فاصل. انا مش فاهمه منك حاجه. انت بتتكلمي فاصل. خلاص يا جماعه مش تقاطعيني وانا بغني. احنا هوا، احنا هوا يا جماعه. يلا 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 احنا هوا. رولينج 3 2 1 اكشن. ميرسي يا شيكو جدا ليك على الاغنيه الجميله دي. وطبعا سلامي. يعني احنا لسه الحلقه مستمره معانا، هيبقى في فقرات تانية حلوه جدا نعرف بيها الشيكو اكتر. ويعني اللي انا عايزه بس اعرفه ان شيكو سؤال مهم جدا. يعني ده اهم اي حاجه من قبل حاجه. انت ناوي فعلا في خلال السنه اللي احنا فيها دي تقدم حاجه بجد؟ يعني هنسمع إن شيكو ان شاء الله. ان شاء الله، إن شاء الله اكيد طبعا. يعني نتمنى لك كل خير في الحلقه النهارده. نسمع بعدها شهر او شهرين انا بستضيف شيكو تاني لنجاح البومه، هل ده ممكن؟ اكيد وارد يعني. طيب جميل جدا، ما دام ده اكيد وده وارد نطلع فاصل يا جماعه ونرجع لكم. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع فناننا الجميل الشاب اللطيف شيكو. عامل إيه؟ الحمد لله تمام. لا بس أبهرتنا يعني. بسلامي. عندك صوت حلو جدا يعني ما شاء الله. الله أكبر. تسلمي لي. قولي بقى يا شيكو، تعالى بقى ندردش مع بعض في أيام الطفولة. تعالي قولي بقى. يلا. طفولتك كانت عبارة عن إيه؟ هادية شقية؟ لا كنت طفل شقي جدا. جدا اللي هو كنت طفل شقي جدا. دايما في البيت تلاقيني عمال الحاجات تقع تتكسر، فاهمه؟ واخد علق وبتاع والكلام ده كله. تلاقيني بعمل حاجات كده مجنونه، فاهمه؟ طيب ايه اكتر حاجه كنت بتحبها في ايام الطفوله؟ مثلا ايام الدراسه كلنا ما كناش بنحب الدراسه مفروض. كنت بعشق حصه الموسيقى. مطرب بقى جدا بقى. كان عندي ميس جميله كده، ميس سهير. كنت بقعد بلعب بالمثلث والكلام ده كله. وحصتنا غنيه بالتربيه الموسيقيه وفاكرها لحد النهارده يعني. وكراسه الموسيقى بالظبط. والفا واللا والمي والكلام ده كله. تمام. بس كانت لذيذه يعني. حلوه قوي ده. طيب موقف مثلا مش ناسيه من ايام المدرسه؟ موقف مش ناسيه ليه علاقه بالمزيكا مثلا؟ اللي هو كان فيه الطابور بتاع الصباح ده. ايوه. وانا جايه معايا اللي انا العب على الدرامز ده اللي هو، فاهمه؟ وانت ما بتعرفش؟ لا انك قلت لي ان انا ما بعرفش العب على الالات. جايه معايا في كده بقى اللي هو ايه. طب خلاص قالوا لي بتعرف؟ بعرف وتمام. ايه لعبت اول كده ايه على من غير تست من غير اي حاجه كده خلوك؟ ما شاء الله بوظت الدنيا. الله اكبر. في الطابور؟ في الطابور ما شاء الله. لا انت فعلا بدل ما يمشي كده مشي كده. والله كانت حاجه يعني. هم كانوا ماشيين على نوته معينه بالظبط. طيب بتحب بقى الاغاني القديمه؟ انت قلت لي في اول الحلقه انك بتحب القديم. ما تسمعنا حاجه كده لام كلثوم. لام كلثوم حاجه كده اللي قلبي يحبها. ماشي. لسه فاكر قلبي اديلك امان. الله. ولا فاكر كلمه هتا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العكس ده؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا حبيبي؟ لا يا جماعه ما ينفعش كده بجد، ما ينفعش. طب يا حبيبي احنا ده مش فاصل. حاجه بس اتصور معاك يا حبيبي. احنا انا بحبك يا حبيبي. احنا هوا. طب ناخد فاصل يا جماعه. فاصل ونرجع لكم تاني. معلش معلش بس. ايه يا بابا؟ بس واخد صوره بس يا حبيبي. يا اشراق اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا بابا. انت يا اتنين شو كدير؟ شنو كدير قويلي؟ اجي اخرج اخرج. عامل هوا بجد. انا اول مره اشوف كده. خرج. والله اول مره اشوف كده بجد يعني. يعني احنا ما شنو كديري؟ جالسه شنو كديري هنايا؟ استاذه حضرتك خرج. حضرتك خرج عندنا هوا.
ده بس انا سيزاندي بتقولي انا مش فاهمك. خلاص يا حبيبي خلاص يا حبيبي بتقولي ايه دي يا استاذ؟ عندنا هوا عندنا هوا هوا هوا. يلا اخرج لي يا طب اخد صوره. طب بعد اذنك جلسوا كاملين هنايا نجيبوا الشاي. ده ايه بجد يعني؟ جيب له بس حاجه شاي 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 شاي. هو انا قاعد في قهوه يا جماعه بجد؟ معلش يا نجم يا نجم يا نجم ايه بس صوت على حسك. يلا 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 صوت على حسك في المنطقه يا حبيبي. ويلي ويلي شنو كبير. خروج خروج لي من الكادر. يلا معلش يلا رولينج 3 2 1 اكشن. ورجعنا لكم معلش يا جماعه بس كان في عطل فني والاستاذ. الاخبار والله الاخبار لذيذه. عامل ايه؟ والله انا مبسوطه بيك النهارده بجد. انت منورني جامد. ده من زوجك بجد والله. حقيقي انت منورني. هناخد سؤال كده وسؤال في على الماشي كده. على الماشي. ايه اكتر دوله في العالم انت برايك دي من اكتر الدول الموسيقيه بالنسبه لك؟ من اكتر الدول الموسيقيه في العالم. يعني شايف ان دي بلد فيها مزيكا طبعا غير مصر يعني. احنا مصر بصراحه اللي مصدرين. تجاوبت خلاص. احنا اللي مصدرين المزيكا. ماشي تمام نعتبرها مصر. طيب يا جماعه فاصل اعلاني ونرجع لكم تاني مع فقره. يعني في فقرات كتير مش عايزه احرق الجمهور. ونشوفكم بعد الفاصل باذن الله. رجعنا لكم تاني اعزائنا المشاهدين. شيكو قول لي بقى. انا بحب الفقره دي جدا لان هي فقره الهوايات. تمام. ايه هوايات شيكو غير الغنى؟ هوايه رياضه معينه مثلا؟ يعني كوره. مش محترف يعني برضه انت فاهم. بلعب مع صحابي. انت كل حاجه بتعرف فيها بس مش محترف. الكوره مش قوي. بحب السباحه جدا. حلو يعني جدا يعني فاهماني. السفر. في خيل؟ في ركوب خيل؟ ما فيش. أو يعني. اوكي. طيب ايه اكتر حاجه انت بتلاقي فعلا متعتك الحقيقيه كانك بتغني بالظبط بس وانت بتعملها؟ وانا بسمع اغاني. دي هوايه برضه. يعني انت بتسمع اغاني؟ احب اسمع لحن معين، احب اسمع اغاني معينه، الكلام ده كله. طب واضح ان حياتك كلها فن في فن واغاني في اغاني. اطربنا باغنيه كمان. اطربك. تحبي تسمعي طلباتنا كتير. تحبي لا اللي يعجبك يعني. فول فيل فري. اغنيه انت بتحب تأدي فيها حلو. تمام. ممكن نغني حاجة خليجي مثلا؟ يا ريت. تمام من عشاق الخليجي. تمام. تحبي ايه مثلا؟ تحبي حاجة معينة؟ ما عنديش مشكلة في أي حاجة. الخليجي اللي يعجبك. ماشي. شفت أنا مذيعة مسالمة ازاي؟ ذكرتك والسما مغيمة. أنا ذكرتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة. سلام. مدير الدمع من العين، مدير السما المطارة. وين؟ إيه يا ابني؟ إيه يا ابني؟ إيه يا ابني؟ إيه يا ده؟ ايه يا حبيبي اللي انت بتعمله ده يا حبيبي؟ يا عم ايه يا بابا انت يا حبيبي اللي انت ايه ده يا جماعه ده؟ لا 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 لا, لا بجد انا مش صور بجد. انا لا انا بجد مش صور. ايه ده نجم؟ ايه ده نجم؟ ايه ده نجم؟ ايه بس ايه ده بس نجم؟ اقعد كده. ايه ده نجم؟ ويعني حضرتك ما ينفعش حضرتك انت دخلت. ايه ده يعني؟ ايه حضرتك مساعد المخرج؟ حضرتك احنا هوا يعني مساعد المخرج يا ابني؟ تقطعنا احنا قاعدين يا حبيبي. بعد اذنك اتفضل اتفضل. انت غريب جدا بجد يعني. اتفضل يا استاذ. يجي معاك؟ لا ده حاجه بجد يعني كده الموضوع بقى اوفر بجد. بعد اذنك بس يا نجم. ممكن صوره بعد اذنك؟ صوره ايه يا حبيبي دلوقتي؟ معلش اتفضل يا حبيبي. ماشي ماشي معلش. صوره اتفضل. ماشي اتفضل. ايه اصورك انت مثلا؟ تصورني انت مجنون يا حبيبي. صورني. اصورك ازاي يا بابا؟ صورني يا باشا انا عايز اتصور. جميل قمر ياتي. الله يبارك لك حبيبي. حبيبي حبيبي. هوا يا جماعه هوا. بجد كده كتير بجد اللي انتوا بتعملوه ده. انا مستقبلي باظ. مستقبلك ايه بس يعني؟ انا كده ايه؟ انا ما كنتش عارف ان انت النجم هنا معانا. ماشي. طب يا حبيبي احنا هوا. يعني ايه ده احنا فورمال؟ لا يلا يعني نتصور بعد. يلا حبيبي حبيبي.
جميل يا بابا يلا. مهزوزه مهزوزه مهزوزه. اتفضل يا استاذ. يا استاذ يلا. عندك صور ولا لا يعني؟ يلا يا حبيبي. يا حبيبي في ايه يا حبيبي؟ انا يا حبيبي يلا نتصور بعد البرنامج. يلا عايز اتصور معاك بعدين. صور معايا يا ابني، انت عسل قوي كده ليه يا ابني؟ الناس بتزعل كده ليه؟ عشان انت سكر. طيب طيب نطلع فاصل يا جماعه ونرجع لكم تاني. تمام. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين. شيكو انت تعبت مني. مش عارف اقول ايه بصراحه. معلش حقك عليا. بس انت بجد منورنا ومنور البرنامج. والبرنامج والله دمه خفيف جدا يعني. الله يخليك. الله يخليك. تسلم. قولي بقى. اقول لك شيكو. ايوه. بيحب ياكل ايه؟ عادي بحب ياكل. يعني ليك اكله مفضله؟ ليا اكله مفضله؟ يعني مكرونه بشاميل. حلو. محشي ورق عنب مفضله للمصريين كلهم. تحفه والله العظيم. دقت مطابخ مش مصريه قبل كده؟ دقت مطابخ اكل مثلا لبناني، اكل اللي هو السعودي، كبسه بقى ولحمه والكلام ده كله، بس مش كتير يعني برضه. بس هو طبعا الاكل بتاعنا لا يعلى عليه يعني، فاهماني؟ بس زي ما انت زي الفل. رايحه فين؟ حمام ايه؟ يا جماعه حمام ايه اللي هي رايحاه بجد يعني؟ يا لهوي يا جدعان كده كتير بجد. اللي بيحصل ده كتير جدا. ده انا فيك المقله. وانت منورنا. انا حق عليا انا. انت جننتيني. ما شاء الله على صوتك ده حاجه مخرجه. وده مقلب. انا مبسوط معاك والله. يعني مغربيه بقى بجد ولا كايشه وميشه؟ بجد يعني بتكلم مصري عادي. ده بجد. مغربيه بجد. دي الوحيده اللي كانت جد في البرنامج. بس بجد بنتمنى لك. برنامجنا اسمه برنامج قد. فجماعه ان شاء الله تزورونا في برنامج قد باذن الله. ان شاء الله.